والله خلنا على ما درج عليه العلماء منذ يعني رأوا أن يعني هو ما ورد في الكتاب والسنة على ذلك، لكن بالاستقراء أن التوحيد ما خرج على الأمور الثلاثة، وقالوا توحيد الحاكم يدخل أصلا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن الله سبحانه وتعالى يعني مقتضى الحكم له عز وجل، مقتضى توحيد الألوهية أن ما يحكم إلا شرع الله عز وجل. لكن تصنيف رابع يعني الخلاف الكبير اللي فيها، يعني خلنا منذ أن العلماء مشوا على ذلك أن التوحيد هذا الحاكم يدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد الألوهية، هذا الأصل، والله أعلم.